أجبرت التداعيات الاستثنائية والظروف المعقدة لفصل الخريف التي شهدتها محلية أبو حمد أجبرت والي نهر النيل دكتور آمن المكي أن تكون المحلية الطرفية في شمالي الولاية أول نقطة انطلاق لجولاتها الميدانية، حيث وقفت في زيارتها التفقدية لمحلية أبو حمد التي حظيت بحفاوة واستحسان من مواطنيها، وقفت على حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها مع اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة. حرية، سلام وعدالة. نظرا للظروف الطبيعية والاستثنائية التي تكابدها محلية أبو حمد جراء تداعيات فصل الخريف، اختارت والي نهر النيل دكتور أمن المكي أن تكون المحلية أولى نقاط جولاتها الميدانية. رغم ظروف وتوقيت الزيارة إلا أنها حظيت بحفاوة وترحيب كبيرين. العديد من أحياء محلية أبو حمد على رأسها حي الجوز اجتاحتها سيول مدمرة خلفت خسائر وأضرارا ماحقة قدرتها إحصاءات الجهات الرسمية بانهيار 75 منزلا كليا وأكثر من 260 منزلا بشكل جزئي. بلغت جملة المنازل اللي فيها يعني انهيار كامل في المحلية 75 منزل، وتقريبا 261 منزل هي انهيار جزئي. وقد شكلت الأخطاء الفنية والهندسية في تنفيذ الطرق الداخلية والغياب الحكومي ضعف التدابير المتخذة استعدادا لفصل الخريف بالمحلية أهم مسببات الأضرار والدمار الذي لحق بالأحياء المتأثرة. هذه المياه وهذا السيل جاء من فوق، احنا هنا مويه ما عندنا، تجري فوق من الدحريه، لازم ما في اي مصاري، ونحن طبعا متضررين يا اخواننا من الزلط ده بالذات، الزلط ده متضرر من شيء، هو حبس المويه وجاب على زي ما شايفين هنا في الكاميرا هنا، شايفين انه البيوت اتهدمت بسبب المويه حجزها الزلط ده. امطار 88 سيل 50 في ابو احمد من مشهور ما كان حصل خسائر قدر اللي حصلت في المنطقه دي لسبب بسيط جدا، عندنا اوديه طبيعيه بتمشي البحر بعرض 15 متر، الوادي الاول مع المزلقان اللي هو بين حي الجوز ومربع 2، الحصل في الجناين تحت حصلت ردميات، حصلت تعليل للمنطقه المربع الجزر، حصل امتلاك للممر الطبيعي للوادي، المويه جات راده. وقد وجدت الزيارات التفقديه لوالي نهر النيل المتاثرين من الخريف في ابو حمد رضا واستحسان اهل المحليه، حيث توج ذلك بقرارات وتوجيهات ميدانيه مهمه وعاجله لجبر الضرر وتدارك الأوضاع بالمحلية. في خلل كبير واضح، لكن إن شاء الله المسائل دي تحسم. عملنا خطة عاجلة للمتضررين، مشمعات وخيم وإيواء، خطة جذرية إنه الجسر يترمم، إنه تتفتح المصارف لحد النهر. عرفنا إنه في مياه ترع معمولة بيشيلوا منها الموية يبيعوها لمناطق التعدين، ده كلام طبعا ما مقبول. المصرف يتفتح من بدايته لين نهايته لحد البحر، حتى لو الترعة القاعدة دي بغض النظر اللي بيملكها منه. وإن كان زيارة والي نهر النيل دكتورة أمن المكي الطارئة لمحلية أبو حمد قد جاءت استجابة للظروف الاستثنائية بالمحلية، إلا أنها بحثت في اجتماعاتها ولقاءاتها المتنوعة مجمل الأوضاع المتعلقة بقضايا المحلية الملحة. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل، محلية أبو حمد.